يا اهلا وسهلا ومرحبا، يسعدكم. تحياتي لك ست وهج والى كادر اذاعه وقناه دجله. حياك الله. تحياتي للمستمعين. اهلا وسهلا بك استاذ. يعني في البدايه يمكن حابين نعرف يعني دوافع اتخاذ مثل هذه الاجراءات اليوم بحق اصحاب الدراجات الناريه، لا سيما وانه اليوم ابرزهم هم اشخاص يشتغلون بمجال التوصيل بالنسبه للمطاعم، اي هو هذا مصدر رزقهم الاول والاخير. نعم، يعني حسب بيان المرور الصادر من مديرية مرور العامة بتصريح من السيد مدير المرور العام المحترم، المادة 25 من قانون المرور أليف يمنع منعا باتا تجوال الدراجات مهما كان نوعها، الصغيرة والكبيرة وبمختلف أحجامها، في مختلف المدن العراقية من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا. وهذا الموضوع حقيقة يعني المنع، اكو تعاون وثيق بالنسبة للنجف، نعم، مع اخواننا في قيادة الشرطة والنجدة بخصوص هذا الموضوع في سبيل ان تكون الهيمنة على الشارع والسيطرة من قبل الجهات المختصة اكثر. فاكو تعاون وثيق بيننا وبين الاخوان في قيادة الشرطة وخاصة النجدة في هذا الموضوع، وان شاء الله احنا باشرنا بهذا الموضوع. وانا ايضا من خلالكم يعني اهيب بكافه ابنائي واخواني سائقي الدراجات بمختلف الاعمار ان يعني عدم التجوال بدراجاتهم في جميع المناطق، وهذا راح يعرضون انفسهم الى المسائل القانونيه، علما انه هذا البيان تعتبر مخالفه لقوانين المرور، فيغرم سائق الدراجة 100,000 دينار بالإضافة إلى حجز الدراجة. نعم. وتخضع إلى قانون المرور بالإضافة إلى تسيير أوراقها إلى القاضي فيما لو تكون غير مسجلة. نعم. نعم. طيب كيف عم بتسيطروا على مفاصل المدينة بشكل عام؟ كيف عم تقدروا أنكم تطبقوا هذا القرار مع كثرة الدراجات يمكن اللي إحنا عم نشوفها؟ يعني أنا سبق وأنا تحدثت لك في هذا الموضوع، أكو تعاون وثيق، نعم، بين مديرية مرور النجف وقيادة الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى خاصة النجدة، وأكيد راح يكون هذا التعاون بنصب مفارز مفاجئة في جميع مركز مدينة النجف والأقضية والنواحي التابعة لمركز المدينة. هذا أكيد راح يسهل على رجال المرور والأجهزة الأخرى السيطرة على الشارع بشكل أو بآخر. نعم. طيب أستاذ، اليوم إحنا نتحدث يمكن عن هذا الموضوع تحديدا، وإحنا اليوم يعني نأمل أنه كل الأشخاص تكون مركباتهم وعذرا يعني درجاتهم النارية تحديدا تكون مسجلة، ويكونون يعني مطبقين كل القوانين وكل الشروط حول هذا الموضوع. ولكن هل راح يكون هناك استثناءات سيادة العميد بالنسبة للأشخاص اللي أصلا مصدر رزقهم يعتمد على هذا الموضوع، مو بالنسبة للأشخاص اللي يستخدموها كرفاهية؟ يعني احنا نعرف عمال التوصيل بالنسبة للمطاعم أو الأشياء الثانية، وكل قطاع التوصيل غالبا ما يعتمد على يعني على الدراجات النارية تحديدا، وبالذات ما بعد 6 عصرا، يعني هذا هو وقت الذروة بالنسبة لهم بالنسبة لطلبات المطاعم وغيرها. فهل راح يتم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وإصدار استثناءات فقط لهؤلاء الأشخاص، أم أن هذا الموضوع لم يتم البحث فيه حتى الآن؟ نعم، هذا يعني سؤال وجيه وجميل أيضا بنفس الوقت. عندك علم البيان ما استثنى أحد لحد هذه اللحظة، احنا في حال استثناء راح نكون أيضا يعني نسهل أمور الشريحة اللي أنت اتطرقت عنها. أما بالوقت الحاضر لم ولن يعني أي شخص يعني الكل راح يكون هو خاضع للقانون. نعم. نعم. طب هل تم حجز دراجات لحد الآن ولا عم بيكونوا الأشخاص كلهم ملتزمين بهذا القرار لهي اللحظة؟ يعني أنا ما أخفي سر وهج، وإنما بالنسبة لمديرية مرور النجف يعني من زمان أنه يتم محاسبة سائقي الدراجات وخاصة في المساء، وخاصة دراجات اللي هي بدون أضوية. نعم. وعلى هذا الاساس اعتقد احنا يعني لكنه الان راح يطبق القانون هذا بشكل غير اعتيادي بمنع الدراجات اللي تسير ليلا
من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، وراح يكون دور مهم ومتميز لمديرية مرور النجف بهذا الجانب. نعم، طيب سيادة العميد، هذا القرار تحديدا، يعني احنا نعرف اليوم التيك توك منتشر في بغداد او في العراق بشكل عام واغلب المحافظات، هل هذا القرار راح يشمل التيك توك او انه هو فقط خاص بالدراجات النارية؟ نعم، يشمل التيك توك وجميع الدراجات بدون استثناء، يعني حسب البيان الصادر من مديرية المرور العامة السيد مدير المرور العام المحترم. احنا ان شاء الله جادين، واكرر يعني هذا نداء من خلال منبركم الى جميع ابنائي واخواني سائقي المركبات ان يعطون اهميه ودور لهذا الموضوع، لان احنا بالنسبه لنا كمديريه مرور النجف راح نقوم بدور غير اعتيادي بحجز المركبات، العفو الدراجات، اينما كانت، سواء على مركز مدينه النجف بالاحياء الشماليه الجنوبيه جميع المناطق الكوفه بالاضافه للطرق الخارجيه، وان شاء الله سمعين الاخبار. نعم اكيد، شكرا لك سياده العميد علي الحسناوي مدير مرور النجف، نورتنا اليوم، شكرا لك.